قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. إن بين ذي الساعة سنين خدعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث جاء بألفاظ كثيرة، من حديث عوف، من حديث أبي هريرة قال: قبل الساعة سنوات خداعات، وفي رواية: قبل الدجال سنين خداعة. فهذا فيه أن الأمور ستلتبس على الناس كلما دنت الساعة، وقد لا يميزون بين العالم والسفيه، ويتصدر أهل السفه للأمور العظيمة المدلهمة التي تتعلق بها مصير الأمة، فيدلون بدلوهم ويشعلون الفتن ويشتتون الأمة، فينخدع الناس بهم ويرونهم أنهم هم البلغاء وهم المقدمون وهم من يؤخذ عنهم العلم، وفي الحقيقة أنهم كما جاء في رواية السفيه، في رواية فويسق، في رواية تافه، يتكلم في أمر العامة، أي في الأمور العامة المتعلقة بالأمة. فالأمور العامة المتعلقة بالأمة ليس للسفهاء عليها سبيل، فإذا تسلطوا عليها اختلت الموازين، وانتشر الشر في الناس، وتغير الموازين، واختلالها صفة آخر الزمان.